أخبار اليوم. ربنا معاك يا سيسي يا رب. أوف عشان بلدي مصر. أنا واقف عشان البلد ما تقعش، وعشان أنا حد كنت في ليبيا وشفت الدمار بعيني في ليبيا وشفت الخراب، ومش عايز بلدي تبقى زي ليبيا ولا العراق ولا الأردن ولا الكلام دوت. السبب إن رئيس محترم وحافظ قانون القوات المسلحة وعمل مشاريع في البلد كتير قوي.